مشاهدي الأعزاء، لدي في الاستوديو ضيفة رائعة جدا، مريم بنت خالد الرحبية، مؤلفة كتاب أنين الجدران. مشاهدي الأعزاء، عندما يكون الألم، عندما تكون الصعوبات، عندما يكون شيء مصيبة، هي مدخل إلى الإبداع. مريم، مساء الخير. مساء النور. مريم، تعرفي أن مريضة سرطان مثلك؟ خبريني مريم، كيف كتبتي هالكتاب؟ إيش اللي خلاكي يعني تجربة مرض السرطان؟ في ناس كثير تخليهم ينغلقوا على نفسهم، إنهم ما يريدوا يتكلموا عن هذا المرض، يريدوا فقط يبتعدوا عن الناس. كيف أنت كانت بهذا العمر الرائع كانت لديك تلك الشجاعة إنك تسطري تجربتك مع المرض في كتاب مثل هذا؟ طبعا مثل ما نرى أن مرض السرطان في الفترة الأخيرة قد بدأ بالانتشار انتشارا واسعا، فلا بد لمريم خالد أن تقوم بتقديم بهذه القصة للناس كي يأخذوا ويستفيدوا منها. ليش سميتي أنين الجدران؟ لأنني عندما كنت أأن كان الأنين يذهب إلى الجدران فيرتد إلي صدى، فكان أنين الجدران. ليش كان في أنين داخلك مريم؟ لربما يعني طفولة، كنت في عمر 8 سنوات، فطفولة يعني لازلت صغيرة في ذلك الوقت، فطفولتي قد ذهبت بذلك المرض، وأيضا عدم قدرتي على المشي، معروف عني أنني فتاة شقية يعني جدا، فعند فقدي السيطرة على المشي فكان هذا شيء صعب جدا لمريم خالد. إيش اللي رغبتي من خلال هذا الكتاب إن الناس تعرفه عن مريم خالد وعن السرطان؟ هو الهدف من الكتاب هو توعية الناس بمرض السرطان، خاصة أن يعني في فترة علاج مريم خالد كان هناك كثير من مرضى أطفال يعني والأولياء أمورهم لم يرغبوا بعلاجهم، وأيضا المجتمع ما يوجهه إلى مريض السرطان وإلى عائلته، فجاء أنين الجدران يوضح لهؤلاء الناس عن مرض السرطان. في حالات كثيرة ذكرتي مريم، فعلا الناس انغلقت على نفسها، إن الأهالي نفسهم يعني تسببوا أحيانا في فقد أبنائهم لحياتهم. أنت إيش تريد تقولي لهم لهؤلاء الأشخاص؟ يعني بعد تجربتك الرائعة مع المرض، بعد قدرتك على مقاومة هذا المرض، بعد تخطيكي مرحلة العلاجات، إيش تريد تقولي للأباء والأمهات اللي يحرموا أبنائهم من الحياة قبل لا يأخذها منهم مرض السرطان؟ طبعا يقول يعني يأتيك أحد أولياء أمورهم ويخبرك أن العلاج الكيماوي وحده قاتل، ولكن على الإنسان أن يتكل على الله ولا أن يتواكل، فعليه أن يبدأ بعلاج ابنه بالعلاج الكيماوي، وأيضا لا يتأخر في أي علاج. في مثل عماني، في مثل يقال في كل تأخير خيرة، إلا هذا المرض لا خير في تأخير جرعة واحدة من جرعاته. كيف نفسية المريض السرطان لازم أن تكون مريم؟ يعني أنت قلتي لما كنت صغيرة، وأني أنا حسيت أنك المفروض تغيري عنوان الكتاب، تغيري إلى بداية جديدة، إلى أي عنوان آخر، إنما أنين الجدران يعني فيها جزء من السلبية اللي مفروض ما يصدر منك. شخصية شجاعة مثلك، بطلة مثلك، يجب أن تتحدث بكل فخر بمقاومتها لهذا المرض. طبعا هو العنوان أنين الجدران مر بعدة عناوين، وكنت محتارة إلى من أي عنوان سأختار، فاخترت أنين الجدران. ما هو دور الأهل، دور أهلك، دور والديك مريم في أنه تصلي إلى ما أنت عليه الآن في مقاومتك لهذا المرض؟ طبعا أول شيء وجهت تحية إلى أمي اللي هي كانت معي دائما في المستشفى، فأمي وأبي وعائلتي كامل كانوا معي وقف، يعني وقفوا معي وقفة، فهذه يعني لا تنسى منهم. ويعني مريض السرطان يعني هو يحتاج إلى مثل هذه الوقفات. كيف كان دعم باقي أفراد المجتمع، الأطفال معاك في المدرسة؟ كنت في عمر المدرسة، إيش كان رد فعل الأطفال في المدرسة؟ إيش تعلمتي إنك تبلغيهم عن هذا المرض؟ كيف اشتغلتي على التوعية عن هذا المرض قبل لا تصدري كتابك؟ طبعا في البداية كنت في الصف الثالث، فانقطعت عن المدرسة، ولكن كنت أدرس في المستشفى
يعني. يعني ذهبت زيارتين المدرسة يعني مراجعة بعض الدروس، فكان معلماتي يعني استقبال كان جميل جدا ولا ينسى منهن في عام 2013. هو بعد علاجي يعني جلست في فترة كتم عن هذا المرض إلى أن وصلت في الصف تقريبا بداية نهاية العام الماضي، فبدأت أظهر للناس عن مرض السرطان يعني أعترف أنني كنت مريضة سرطان سابقة وأخبرهم عن التجارب. في بعض في مرة من المرات عندما كان جالسين يعني أنا وزميلاتي، فسألت وحدة ما هو أفضل تاريخ عندك؟ فأجبتها بالتاريخ 3/7. قلت لي ليش؟ قلت لها أنه هو يوم ميلاد جديد لمريم خالد اللي هو يوم انتهاء العلاج الكيماوي. مريم، أنت تعالجتي في جناح مليء بأطفال مصابين بالسرطان، ما أثر إيجابية على الشخص؟ ما أثر التفاؤل على الشخص حتى الأطفال؟ ما أثر تعاضد المجتمع بالكامل مع هؤلاء الأطفال؟ طبعا أثناء علاجي لم نكن يعني كل واحد وعائلة، كنا جميعنا أسرة واحدة، فكنا يعني معا نأكل معا أنا وباقي الأطفال، وأيضا لا ننسى الأيادي البيضاء التي جاءت إلينا لتساعدنا وأيضا ترفه عنا وتقوم بالتغيير النفسي لمريض السرطان. فكان يعني الفترة الصباحية كانت تكون أفضل الفترة لأننا نحن كمرضى سرطان، والفترة المسائية يكون يعني الأمر كله للتلفاز. إيش اللي أنت لاحظتيه أنه مرض السرطان أضاف لك، أضاف لمريم خالد؟ إيش أضاف التعافي من مرض السرطان لمريم خالد لشخصيتك؟ أضاف لي قوة الصبر، أضاف لي ثقتي بالله، ثقتي يعني لدرجة أنني في بعض في مرة من المرات يعني أصبت بنوبة سعال شديدة في أثناء فترة علاجي، فعندما يعني كنت أظن أن روحي قد يعني تذهب في أي لحظة. فسألتني أمي بعد استيقاظي من النوم، سألتني هل خفتي من الذي قد جرى؟ فقلت لها هل أخاف ربي الله؟ فهنا يعني السرطان أضاف لي أن أقوي إيماني بالله عز وجل. كيف ممكن إحنا نوعي أولياء الأمور من خلال تجربتك، نوعي الأطفال اللي يصابوا بمرض السرطان؟ كيف ممكن نقول لهم كيف يواجهوا هذا المرض، وإنه مرض إذا كنت أنت مستعد للتعامل معه الله سبحانه وتعالى بيمنحك الشفاء؟ طبعا المرض مريض السرطان نفسه لابد من أن يكون قويا مع ربه، وأن يعني يكون يعني مستعد لمواجهة هذا المرض، لأن إذا كان يريد الشفاء لابد عليه أن يكون مستعد لمواجهة هذا المرض، فيكون قويا تجاه العلاج الكيماوي. ويجب أن يكون أهله مستعدين لأي تجربة جديدة في سبيل إنه أطفالهم يصبحوا في صحة وعافية، وأيضا لا يتهاونوا في الجرعات العلاج الكيماوي. أذكر مرة من المرات أن السلطنة أصيبت كان جاء منخفض جوي، فكان في اليوم الثاني لدى مريم جرعة من العلاج الكيماوي، فأخذني والدي في ساعة متأخرة من الليل يعني يعني وأمطار وغزيرة، فهذا كله كان في سبيل عدم التهاون في أداء جرعة واحدة. مريم بنت خالد الرحبية، مؤلفة كتاب أنين الجدران، شكرا لك، سعدت جدا بوجودك معي اليوم، سعدت بالطاقة الإيجابية الرائعة اللي تصدر منك لي، شكرا جزيلا حبيبتي. شكرا جزيلا لكم أنتم. موفقة وانتظار كتابك الثاني إن شاء الله.